بعد اذنك اشوف شغلي بقى عشان ما تقوش في دماغه. از يو لايك، هيحرجك. ما يحرجنيك بالقلم على وش. اقعد يعني اقعد. جيت تتقاوي بحاجه تعمل. خلاص يا حبيبي سمعنا سمعنا. اف انقذتها. ايه دي؟ هي املايا ومصدعه من دماغ الواد وغلسته. مصدعت صدعت. ايه الواد ده؟ ايه يالا؟ ايه يالا؟ ايه ده انت املايا مصدعه؟ انت دماغك دي ايه؟ فاهم ايه انت في الدنيا عشان تعمل في الامل كده؟ لا ده غريب جدا. قوي قوي يا دكتور. لا 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 ايه بس مش ده المصدر ومش ويقوم. قوم يالا قوم. بعد اذنك يا دكتور شعراوي. ايه؟ ممكن تشوف دماغ الولد؟ هي دماغه شبه كاس العالم بس ان شاء الله ما فيهاش حاجه. كوره كفر داخل علينا. تعالى يا حبيبي تعالى يخرب بيتك. بص كده تعالى تعالى. ما فيش اي حاجه. بلاطه اهي. اه فعلا شكلها ما فيش اي حاجه. خلي بالك يا دكتور لو هتلمس دماغه عشان لسه زرع شعره. باين باين. ده عاملها في لبنان ده ولا عاملها فين؟ لا لسه عاملها في الحرفيين. في الحرفيين كان اصلع من هنا بس دقدقها له بقت زي. باينه في دماغه فعلا. باينه في دماغه. انت حياتك بتحصل في ايه دكتور؟ يا دكتور لا الواد دماغه غريبه جدا. ايه في 9 املات اهو 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 9 املات ماشيين وانواع مختلفه جوه الجمجمه دي. ايه يا ابني ده؟ ازاي يا دكتور ضارع؟ مش هو بس ما ده بس يستحمى بقى يا ريت. اه اوكي. طب بقول لك يا دكتور بقى جالي ادويه. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده حضرتك؟ ده الاستاذ طاهر ابو زيد. لا احنا بدانا نقرب واعتقد الاولاد الامامير خلصوا والموضوع بدا ينحصر اعتقد في الكابوتشه اللي هناك دي. انهار اسود. انا عرفت المصدر الرئيسي للحشرات وللهرش المدثر وابوه عبد الحفيظ هياخدوا كارت مغادره. لا يا استاذه اولى بعد اذن حضرتك كده في قله ادب. ايه ده انا قلت الادب؟ انا مش قصدي حضرتك بس الواد ابني ده انضف من النظافه. ده بينام في الكلور. كلور ايه يا استاذ عبد الحفيظ؟ ده انا بشوفه في الكاميرات من اول يوم جه في البرنامج وهو عمال يهرش. بيهرش من التفكير لانه هربان وعليه قواضي. انما لو الواد دماغه صافيه ينام وزي الفل. الدكتور شعراوي انا مش عارفه اتصرف مع البني ادم ده ازاي. هو دكتور شعراوي بقى يكشف ويشوف بقى استاذه علا. لكن كده انا مش بصراحه مش مصدق. انا جاي لك انت لو انت اللي تؤمري. لا لو على البلطه اقلعه. لا قول اكشف ولا انت عايز. لا حضرتك تكشف لان انت دلوقتي العلامه بتاعنا يا دكتور. انت ست الكل. اكشف على الواد. لا دكتور. ايه؟ هزعل منك. ماشي بالراحة. ماشي هيك. انت الكل في الكل. ست الكل. الله يبارك. لا الله يخليك. تعالى يا حبيبي. تعالى. تعالى. السلام يا ابني. تعالى يا حبيبي تعالى لي. تعالى بقى يا بنات. ولا ولا ايه ولا. ولا لك حاجة؟ يعني خلاص بس براحتك. تعالى اقعد يا حبيبي. برافو. برافو. والله أنا في مأساة. مش عارف أبدأ منين ولا منين. شنط ونمشي. لا 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 شنط قلة دماغ. خلي شنط حضرتك موجود. ان شاء الله خير خير. مش عارف ابدا. ده ايه الدماغ دي؟ ايه الدماغ دي؟ ايه على الدماغ دي؟ مالك يا دكتور شحر كده ليه؟ ليه؟ دماغه صعبه. صعبه. مجهود مجهود. يا ساتر. دكتور شعر زي الفل ما فيهوش الهوا. الله اكبر عليك. والله ما في ولا حتى الاملاء اللي كانت بتقعد دي. اسجد يا ابني. فعلا اسجد يا ابني واشكر ربك. تعال تعال. الواد فل فل فل. ازاي يا دكتور؟ يلا يا يلا يلا تعال بس ما تخافش. والله واحده 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 واحده. بكلمك بالطريقه دي. ايه ده بس؟ ايه ده بس يا عم؟ ايه ده بس؟ اقعد بس كده. ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش بقى. ما تبقاش نيتم بقى. واحدة واحدة يا راح. ايه يلا يا مية نار يا مية نار يا يا بنتي. يلا يا بنتي انت ضربة. حاسينك تاكل دماغك. ده ايه ده حلو جدا. ده بقى يا رسول. يخرب بيتك ما ردمك. نجوم رمضان معاك على واتشت. اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.